بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله، شركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نقيم هذه الذبيحة المقدسة ونمنح سر التثبيت والمناولة الأولى لأولادنا الصغار، نحن الكبار نتذكر صعوباتنا، مشاكلنا، خوفنا، خطايانا. نطلب من الله الرحمة والغفران لنا ولبلادنا، ونقول سوية: أنا أعترف لله القادر على كل شيء. رحمنا الله القدير، غفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية، آمين. Oh.
نصلي. نسألك أيها الإله القادر الرحيم، أرسل إلينا روحك القدوس كي ينزل ويحل في نفوسنا، ويجعل منها هياكل تليق بمجدك الرفيع، لربنا يسوع المسيح ابنك الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الداهرين. القراءة الأولى من أعمال الرسل. أظهر يسوع للرسل نفسه حياً بعد آلامه بكثير من الأدلة، إذ ترأى لهم مدة 40 يوماً وكلمهم على ملكوت الله، وبينما هو مجتمع بهم أوصاهم ألا يغادروا أورشليم بل ينتظروا فيها ما وعد به الآب وسمعتموه مني، ذلك بأن يوحنا قد عمد بالماء وأما أنتم ففي الروح القدس تعمدون بعد أيام غير كثيرة. إذ كانوا إذ مجتمعين فسألوه: يا رب، أفي هذا الزمن تعيد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بذات سلطانه، ولكن الروح القدس ينزل عليكم فتنالون قوة وتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض. كلام الرب. إن الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. روح الرب يرفرف على المياه. إن الروح يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. يا إخوتي، إني تسلمت من الرب ما سلمته إليكم، وهو أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكره، ثم كسره وقال: هذا هو جسدي، إنه من أجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وصنع مثل ذلك على الكأس بعد العشاء وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، كلما شربتم فاصنعوه لذكري، فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأسة تعلنون موت الرب إلى أن يأتي. كلام الرب. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيل باشير.
ذلك الزمان خاصم اليهود بعضهم بعضا وقالوا: كيف يستطيع هذا أن يعطينا جسده لنأكله؟ فقال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إذا لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فلن تكون فيكم الحياة. من أكل جسدي وشرب دمي فله حياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. لأن جسدي طعام حق ودمي شراب حق، من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيا وثبت فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بالآب، فكذلك الذي يأكلني سيحيا بي. وهذا الخبز الذي نزل من السماء غير الذي أكله أباكم ثم ماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الآب. أشكر أبونا أشرف اللي أعطاني المناسبة أن أكون معكم في هذا الصباح كي نمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لأولادنا الصغار للملائكة الصغار. نشكر الأهالي اللي قدموا هؤلاء الأطفال، كما نشكر كل من ساهم في تدريب تهيئة هؤلاء الصغار لاستقبال هذا السر. أخبار وصلتني أنه أيام الفصحية الأسبوع المقدس لطيف جدا، الكل شارك بالاحتفالات بكل كنائسنا بعمان وما عدا بكل الأردن، كان شيء مفرح. محتمل جدا أنه كمان الظروف الصعبة اللي عم نعيشها حوالينا هي أدت إلى شيء من الرجوع من الارتداد، بالإضافة في بعض المناطق وجود الرعاية الأهالي المؤمنين العراقيين وحضورهم معنا واشتراكهم زاد بنجاح كل حفلاتنا الفصحية. نشكر ربنا. حفلة التثبيت بحد ذاتها هي جميلة، جميلة جدا، لباس الأبيض والنياشين روعة، وحضور الله في حياة أطفالنا أجمل وأجمل. حفلة التثبيت دوما هي غالية على قلب كل بطرك وكل أسقف ليمنح هذين السرين، لسبب أنه بالتثبيت والمناولة كل العيلة تأتي، الأولاد والأب والأم والأشابين والجد والجدة ومرات الخالات والعمات، يعني نرى أكبر عدد ممكن من الأهالي بهاي المناسبة، وهي مناسبة جدا جدا جميلة. تثبيت الصغار، ثبت يثبت، تثبيت هؤلاء الصغار في إيمانهم الذي ورثوه عن أهلهم، تثبيتهم في العادات الحميدة الأصيلة الجيدة في الأردن، العادات الطيبة التي تحمينا من الأخطار الكثيرة الكثيرة المحدقة بنا.
من الأخطار في هناك تعصب إسلامي ديني تعيس، من الأخطار من لاقيها الرفاق والسوء الرفاق، من الأخطار يمكن أيضا وسائل الإعلام بكل ما فيها أيضا من قلة حياة، والأهالي الكبار بيفهموني ماذا أقصد. كل هاي التحديات من برا بحاجة إلى نعمة خاصة، إلى انتباه خاص، إلى تربية خاصة، إلى تعاون. يجب أن يكون تعاون بين الأهل وبين المدرسة، حتى بين الحكومة ووزارة التربية والتعليم، كي نحمي هؤلاء الصغار من كل ما الأخطار والتحديات اللي بتلاقيهم بالمجتمع، هي كثيرة. طبيعي لن نستطيع وحدنا، لا الكبار ولا الصغار، أن نقف في وجه التحديات والأخطار الأخلاقية والاجتماعية والشيعة الدينية الكثيرة تأتينا بقوة، بقوة مادية، فلوس، وبكل قوة تأتينا. إذن كل جهودنا مع بعضنا البعض أيضا لن تكفي. بهذا السبب نحن بحاجة إلى سر التثبيت، بحاجة إلى الروح القدس، أن يأتينا الروح القدس بكل نعمه، بكل نعمه وعطاياه، كي يقوينا ويقوي الصغار حتى ينمو ويتحاشوا مثل هذه التجارب. الصغار اللي عندنا هدول زي النبتة، أي نبتة شجرة، أي نبتة زيتون، يمكن أن تنمو، ولكن يمكن أن تنمو معوجة لكي تنمو صالحة، ويوما ما تأتي بثمار بالمستقبل النبتة يجب نعتني فيها، يجب أن نقنبها، يجب أن نبعد من حواليها كل الأعشاب السامة الضارة، يجب أن نعطيها فيتامين، يجب أن نقويها. والطفل هو نبتة صغيرة، كي نبتة كي تنبت صالحة مستقيمة نبعد عنها كل الأخطار بقدر المستطاع، علما أن الطفل والطفلة والطالب والطالبة عم يعيش برا بالمدرسة ومع الرفاق أكثر مما يعيش مع الأهل في الدار. فنحن الأهل لا يجب أن نوكل تربية الطفل أو الطفلة تلميذ، أن نوكلها فقط لوسائل الإعلام، للتلفزيون والإنترنت والتلفون وكل هالتكنولوجيا. يجب أن نتدخل الأهل مع الكاهن مع الكنيسة، يجب أن نتدخل كي نؤمن هذه التربية السليمة. إذن نحن بحاجة إلى نعمة إضافية، إلى دفشة، إلى الروح القدس كي يعاوننا في تربية أولادنا. نتذكر الرسل بعد ما مات المسيح وبعد عنهم المسيح خافوا واختبأوا في علية صهيون وسكروا الأبواب خوفا على حالهم من اليهود، إلا حتى جاء الروح القدس وحل عليهم فتحولوا إلى شجعان مؤمنين أقوياء، وبدال الخوف خرجوا يبشروا بالمسيح. نحن أيضا يجب أن نبشر بالمسيح، ليس فقط بالكلام، كلام ما حداش رد علينا حالتنا حالة، أن نبشر بالمسيح أهم من ذلك بسلوكنا، بمحبتنا، بأمانتنا، أمانتنا في العيلة، أمانتنا بالعمل، أمانتنا وروح ارتمائنا لكنيستنا بوجودنا بشكل متواصل، كي نستطيع أن نقوم بواجبنا. نصلي اليوم إلى الروح القدس أن يحل بعطاياه، ومبدئيا نطلب أن يحل على الصغار، أما أنا بقول يبدأ أن يحل على الكبار قبل الصغار، أن يحل على الأهل ويحل على الأشابين. لا بس بأمس الحاجة إلى نعم الروح القدس كي نثمر ثمرا يليق بنا وبأعيادنا الفصحية. وإذا بالفعل صمنا الصيام الأربعين تممناه بقدر الإمكان، إذا أمضينا أيام الفصحية الأسبوع المقدس، ضرب الصليب، صلواتنا، الجمعة الحزينة، حتما يجب أن يكون عندنا تغيير، كيف كنا قبل الصيام وقبل العيد، وكيف أصبحنا بعد الصيام وبعد العيد وبعد كل الاحتفالات. يجب أن يكون هناك شيء تغيير ما بالرجوع لله. هل حدث عندنا بالفعل قيامة مع عيد القيامة، قيامة سيد المسيح
تاريخية، أما هل حدث بالفعل عندنا قيامة وتغيير وجدول أولويات بحياتنا بعد كل هذه الأعياد؟ يجب أن تثمر فينا ثمر الروح. ما هي ثمار الروح اللي بتكلمنا عنها القديس بولس؟ ثمر الروح هو أولاً المحبة، 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 المحبة لله، المحبة لكنيستنا، المحبة لبعضنا البعض، المحبة للقريب، الفرح، السلام، الأناء، اللطف، الصلاح والإيمان والوداعة، كل هاي ثمار الروح القدس، كل هاي ثمار نطلبها إلنا لأولادنا، كل هاي الثمار هي أيضا نتيجة الفصح والقيامة. نصلي اليوم أيضا إلى الروح القدس كي يساعدنا للقيام بواجباتنا كمسيحيين ناضجين مدركين مسؤولياتنا تجاه الوطن، تجاه العمل، تجاه هؤلاء الصغار، تجاه العائلة. فنسلمهم لهؤلاء الصغار وديعة الإيمان والتربية المسيحية والأخلاق الحميدة. في تحدي، في مشكلة، إذا نحن الكبار والعقال، نحن الأهل والأقارب والأشبين، لم نحافظ على وديعة الإيمان في كل مرافق حياتنا، ولم نسهر على تربية أولادنا وبناتنا، فنحن الأهل ونحن الكنيسة سنكون أول من يدفع الثمن، أول من يكون ضحية لغياب هذه التربية المسيحية السليمة. نكون الضحية الأولى إذا ما تورطوا في الأخطار المحدقة بهم وبنا في الشارع وفي المدرسة وفي الجامعة ووسائل الإعلام. هذه وسائل الإعلام اقتحمت كل البيوت بكل وقاحة وكل كلية حياة، تعلمون جيدا ما أقصد. لا يحق لنا أن نترك تربية أولادنا لوسائل الإعلام، يجب أن نتابعهم بكل معنى الكلمة وبكل اهتمام. كيف نأمن تربية الأولاد الصغار؟ هل تكفي حفلة التثبيت وأول مناولة كنطمئن أنه ما عليهم خوفهم ومأمنين؟ نتابع تربيتهم بالصلاة في البيت إذا أمكن، إذا أمكن صلاة في البيت، بالاشتراك بالطقوس الدينية، بالانخراط في منظمات الشبيب المسيحية على أنواعها، يا أخويات، يا كشاف، يا أخوي مريمية، مهما كان يجب أن ننخرط بإحدى هذه الأخويات لكي نخلق جيلاً جديداً من المؤمنين قادراً على الحوار مع الغير بروح انتماء. لن يكفي في كبرهم هذه الحفلات، لن يكفي بكبرهم ما تعلموا بالمدرسة وهم صغار من تعليم مسيحي، لن يكفي. تعليم المسيحي للأولاد الصغار هو على قياس الأولاد الصغار، عندما ينمو ويكبر ويدخل المجتمع هم بحاجة إلى ثقافة ثانية، تهيئة ثانية. كما أن الأولاد الصغار حالياً الثوب الأبيض الحلو اللي لابسينه بينفعهم هلأ، لن ينفعهم بعد سنتين ثلاث أربعة، عندهم قياس ثاني، بدهم ثوب ثاني وكندرة ثانية. أيضاً التربية اللي بيأخذوها حالياً والتهيئة اللي أخذوها حالياً لأول مناولة والتثبيت لن تكفي بالمستقبل، بدنا تربية على مستوى علمهم، ممكن يتقدموا بكل العلوم وينقص التربية والتعليم والثقافة الدينية المسيحية. بسر التثبيت نتجدد بالروح، نزداد نضوجاً، نصبح لله شهوداً في كل ميادين العمل والحياة، شهوداً نشهد للمسيح كما قلنا بسلوكنا، بمحبتنا، باتحادنا، باتحاد العائلات مع بعضها البعض، بانتمائنا لصلاتنا، بالصلاة مع بعضنا البعض. نشارك الكنيسة ونشارك أبونا خوري الطائفة هموم الكنيسة وهموم الرعية. وضع يد البطرك أو المطران على رأس الطفل أو الطفلة أو المريض، يعني وضع المرء تحت التأثر الإلهي للبركة، لمنح النعمة،
للتكريس لطلب الشفاء كما فعل السيد المسيح عندما احتضن الأطفال ووضع يده عليهم وباركهم. وهنئ الصغار الذين سوف يقبلوا سر التثبيت، والصغار يقبلوا سر المناولة، بدخل يسوع في قلوبهم. تظل يسوع بقلوبهم، يجب أن نعيش بحال النعمة، يجب أن نكون كويسين، مؤدبين، مطيعين، نصلي الصباح ومساء بظل المسيح. إذا بقلوبنا في فوضى وصراخ وضجة، بسكنش مسيح طفل زيكو، بحب الأطفال، بحب الهدوء وبحب القداسة. نهنئ الأهل والأشابين، أشكر كل من هي هؤلاء الصغار لهذه اللحظة، وأطلب من الأهالي، أهالي خاصة اللي الأطفال بيأخذوا المناول الأولى، ما تكون المناول الأولى والأخيرة، أرجوكم تعالوا معاهم وتناولوا معاهم وشجعوهم، خذوا بيدهم وأعطوهم المثل الصالح. وسلفا كل عام وأنتم بخير، آمين. نقف جميعا لتجديد مواعيد المعمودية قبل منح سري تثبيت والقربان الأقدس. أتكفرون بالشيطان؟ نعم نكفر. وبجميع أعماله؟ نعم نكفر. وبجميع أقواله؟ نعم نكفر. أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بربنا يسوع المسيح ابنه الوحيد الذي ولد من مريم البتول وقبر وقام من بين الأموات وهو جالس عن يمين الآب؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة المقدسة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وقيامة الجسد والحياة الأبدية؟ نعم نؤمن. مع بعض، هذا هو إيماننا، هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. لنصلي. أيها الأخوة الأحباء، نصلي إلى الله الآب القدير كي يرأف بأبنائه هؤلاء الذين ولدوا بالعماد ولادة جديدة، ويفيض عليهم الروح القدس فيثبتهم بمواهبه الغزيرة، ويجعلهم بمسحته أكثر شبهاً بالمسيح. نصلي بصمت لأجل هؤلاء الصغار. أيها الإله القدير، يا أبا ربنا يسوع المسيح، لقد ولدت عبيدك هؤلاء ولادة جديدة من الماء والروح القدس، منقذاً إياهم من الخطيئة. أفض عليهم الآن يا رب روحك البرقليط، هب لهم روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، واملأهم من روح مخافتك بالمسيح ربنا. الآن يتم منح سر الميرون المقدس لأبنائنا. Thank you.
نقدم طلباتنا لله لأجل الكنيسة جمعاء، لأجل عائلاتنا، ولأجل هؤلاء الصغار لنصلي من أجل كنيسة الله المقدسة، قداسة البابا وبطريركنا وأسقفنا وجميع الكهنة. احفظهم يا رب وأعطيهم نعمك السماوية. إلى الرب نطلب. من أجل الذين قبلوا سر التثبيت، أغمرهم يا رب بفيض نورك ليكونوا شهودا لك. إلى الرب نطلب. نصلي من أجل أهلنا، بارقهم يا رب واحفظهم بالعافية والأمان، وحول كل صعوباتهم ومعاناتهم إلى فرح، وزودهم بالنعمة والقوة وتقع عائلاتنا واحد دفء وحنان. إلى الرب نطلب. نصلي لهؤلاء الأطفال الذين يلتقون بالمسيح في هذا اليوم للمرة الأولى، حتى يظل رفيق دربهم مدى الحياة. من أجل المسؤولين وجميع المكرسين، يجدد قربان حياتهم كل يوم، فيقدموا ذواتهم قربان محبة، وتتقدس بهم كنيستك ويتمجد اسمك على الدوام. إلى الرب نطلب. نصلي من أجل السلام في شرقنا الأوسط، وخاصة البلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات والتشرد والدمار، فيا رب السلام امنحنا سلامك. إلى الرب نطلب. اللهم استجب طلباتنا هذه بشفاعة أمك وأمنا مريم العذراء، بالمسيح ربنا. آمين. Yeah.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. نتضرع إليك أيها الرب العطوف، تقبل أدعية عبادك الذين جعلتهم بالميرون أكثر شبها بالمسيح، والآن وقد اشتركوا في تذكار الفداء الذي استحق لنا به موهبة روحك القدوس. أعطهم أن يشهدوا له في كل مكان، هو الحي المالك إلى دهر الداهرين. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل، إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نسبحك يا رب في كل زمان، وأن نمجدك تمجيداً أعظم في هذه الأيام وقد ذبح فصحنا المسيح. إنه الحمل الحقيقي الذي أزال خطايا العالم، هو الذي بموته نقض موتنا وبقيامته عاد الحياة إلينا. لذلك عمت الأفراح الفصحية واستبشر العالم في كل المسكونة. القوات العلوية وجقاة الملائكة يواصلون التسبيح بنشيد المجد قائلين: إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، نسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. هو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر
وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي، الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته، نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم بابا فرانسيس ورئيس ساقفتنا بيير باتيستا وبطريركنا فؤاد وأسقفنا ويليام وسائر الكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين والقديسين شهداء الأردن الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. لنرنم سوية الصلاة الربانية التي علمنا إياها سيد المسيح، والتي بها أصبحنا كلنا إخوة وأخوات لأب واحد. لنرنم. نجنا يا رب من جميع الشرور. تعطف يا رب، امنح السلام في ديارنا وبيوتنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا وضعفنا بل انظر إلى إيمان كنيستك، تنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك
أنت الحي المالك لا دهر الداهرين. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ. حفظنا جسد المسيح للحياة الأبدية. آمين. Thank you.
لنصلي. أشمل دائما ببركتك يا رب أولئك الذين مسحهم الروح القدس وغذاهم سر ابنك المقدس، واجعلهم يتغلبون على كل الشدائد فيبهجوا كنيستك بقداستهم ويعملوا بسيرتهم ومحبتهم على ازدهارها في هذا العالم بالمسيح ربنا. الرب معكم. ليكن اسم الرب مباركا معونتنا باسم الرب. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. فإذن ألف مبروك لطلابنا وأبنائنا الأعزاء، أول تثبيت وأول مناولة. شكر لغبطة البطريرك فؤاد الطوال اللي شاركنا واللي ترأس الذبيحة الإلهية ومنح سري المناولة والتثبيت لأبنائنا. برضو نشكر أبونا رشيد مدير كلية ترسانتا، ونشكر أبونا فراس والشمامسي وكل من تعب وساهم في هذا الحفل.